يبدو مهاجم الترجي هاي الإعادة. حمزة الباغولي ينفذ وفما لمسة، فما لمسة أمامكم، فما لمسة كيف ما لاحظتوا على الشاشة من زياد الدربالي، وإعادة من زاوية أخرى، تنفيذ من حمزة الباغولي. هذه زاوية مغلطة شوية، كان زملائنا التقنيين يعطيونا الزاوية الأخرى حتى نثبتوا. شفنا فما أمامكم زياد الدربالي ظهير أيمن لصالح الترجي، وكان معه مدافع مشكورين. هاي إعادة من زاوية أخرى تتنفذ من حمزة الباغولي. شوفوا فما لمسة، فما لمسة من رقم 18 من جانب نادي حمام الأنف محمد إسلامة، كان ثبتوا مليح تلقاو رقم 18.